قبل بداية المقطع وقبل ما نبدأ كل شيء، في كثير منكم جديد على القناة، فليت إذا كنت جديد تشترك وتفعل جرس التنبيهات. حابين نوصل 50,000 قبل 2021 بإذن الله نقدر. بالإضافة فعل جرس التنبيهات جدا مهم عشان تكون أول من يشوف المقطع. تقريبا راح أحاول إن شاء الله يومين أنزل لكم مقاطع الساعة 12:45. فيلا اترككم مع المقطع واستمتعوا، ولا تنسوا تصلوا على النبي، وحسابات في مواقع التواصل تحت كلجت للي حاب يعني لو يتواصل. ويلا اترككم مع المقطع واستمتعوا، استمتعوا لنا السلسلة إن شاء الله راح تكون جدا جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس فارس في المقطع الجديد. مقطع اليوم راح يكون فيفا 21، نوم طمهن النصر الحلقة الأولى. فكثير منكم طالبوا مني النصر، خصوصا أني ما كملت سلسلة دوري أبطال آسيا في بيس. بس قبل ما نبدأ، اللي قالوا لي الاتحاد في يعني يوتيوبر، والله مو لازم أذكر اسمه، قاعد أنزل الاتحاد، فليش أنا أنزل وأكرر؟ خلينا نسوي شيء جديد. الأهلي إن شاء الله قريبا، بس خلينا نشوف الأهلي يوقع مع مين لعيبة في الحقيقة. أما النصر تقدروا تقولوا اكتمل الصراحة، لكن الأهلي لسه عنده عدة صفقات قاعد يسويها، فما رح أقدر أبدأ بالأهلي حاليا. نبي نشوف القائمة تكتمل، ونبي نشوف يضيفوا العين والأندية الباقية، ويصير ذاك الوقت بإذن الله نبدأ بالأهلي. أنا ضبطت المدرب وكل شيء، راح نرفض العروض الدولية، راح نسمح لفترة انتقالات. صرامة المتفاوضات صعبة، استحواذ مالي بناخذ 50 مليون. والله يا رجال إدارة النصر عندها فلوس، فعادي خلنا ناخذ فلوس 4 دقائق وخلاص نتقدم ونرجع لكم. ضبطت الوضع وضبطت كل شيء، خلينا نشوف مدرب النصر الجديد وش القصة، مستقبل مشرق الفريق النصر تحت قيادة الغامدي. أما اوكي مبروك الغامدي، مبروك إن شاء الله يعني تكون مدرب كبير. النصر راح يبدأ أول مباريات أمام الاتفاق، فالآن راح أضبط تكتيك النصر وكل شيء. الصراحة في موهبة شابة في الأكاديمية، شيء والله الله شيء يا جماعة. طبعا عنده مشكلة لعيبة كثير الصراحة. مرابط راح حول الجناح يسر، راح تكون تشكيلتنا هيك على أغلب: جونز، مايكون، مادو، الغنام، كيم، بتروس، الصليهم، مارتينيز، عبد الفتاح، مرابط، حمد الله. عندنا الوليد عبد الله الأجامي، أحمد موسى طبعا برا. راح نجيب في الدكة العبيد، تتكلم الخيبري، الشهري، الغنام، آدم، هذه الأسماء كلها. وجبت علي الحسن، طورت طبعا بعض اللعيبة زد طاقاتهم مو نفسي حقيقة، لأنه ما في واقعية فيه. فالصراحة ما يقيمون اللعيبة بالتقييم اللي يستحقوها بكل أمانة. يعني شلون تعطي لاعب مثل علي الحسن 58؟ أبدا ما في مصداقية. طيب الآن راح أشوف الصراحة بكل أمانة، راح أعرض عدة لعيبة للبيع، وراح أعير بعض اللعيبة مثل عبد الرحمن الدوسري وسام النجعي، راح أحطهم للإعارة. بالإضافة ممكن يعني إذا عرنا سام النجعي والدوسري، مين راح يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا الصليهم، الحسن، الخيبري، مختار علي، وبتروس. فالجبرين نسوي له إضافة لقائمة الانتقالات، ما يفرق معاي الصراحة. الجبرين لاعب كبير في السن، عوض بلعيب أحسن. أحمد موسى بيع، علي الحسن أكيد مستمر، الصليهم، مارتينيز، جوليانو بيع، والشهري راح أقول له بيع، ما اعتقد الشهري له مكان عندي. جيب لعيبه شباب افضل، نور الدين مرا، في لعيبه كثير ما هم حاطينهم فيفا، فانا راح امشي الوضع بدون امين بخاري وزي كذا، راح اجيب لعيبه شباب محليين. الان راح اعطي اللعيبه يعني تطويرات وكل شيء، وارجع لكم بعدها باذن الله. طبعا عديت كم يوم وزي كذا، فالحين جانا عرض للشهري واتفقنا البيع الفيردر بريمن الالماني، فراح نوافق 1,400,000. روحي الشهري الله يوفقك في خطتك القادمه. الحين قاعد اراقب عده لعيبه، راح نجيب واحد منهم باذن الله، واحد منهم راح يكون لاعب محلي. فخلينا نشوف احمد الزين ومحمد الربيعي، وصلنا تقريرهم الاخير. فيلا خلينا نسوي التدريب ونشوف وش جديد صفقه يحيى الشهري والجبرين معاكم، وبعدين راح نشوف ان شاء الله الربيعي باذن الله، راح نحسم الصفقه في هذه الحلقه، حلقه اليوم. فيبدو انه ما في جديد في صفقة الشهري، خلينا نشوف اخر يوم هذا للتدريبات، بشوف اذا ما في شيء جديد خلاص بروح افاوض اللعيبة. حلو خلاص بعنا يحيى الشهري، الان راح ابدا مفاوضات الربيعي. الربيعي عنده شرط جزائي في عقده، فنقدر نجيبه بسهولة من الاهلي، فنقول بسم الله. طبعا شوفوا المسارية، ما تقدر تجيبه، لاعب مع فريق خصم ما تقدر تجيبه، لكن الربيعي افسخ عقده يا شيخ، 660,000 دفعناها للربيعي. الآن بإذن الله الربيعي نصراوي، فتعال يا الربيعي، والله صفقة جدا ممتازة. طيب راح نقول مستقبلي، مستقبلي حلو، هو تقبل إنه يكون حارس مستقبلي، مدة العقد 3 مواسم، إحنا موافقين. طيب فسخنا عقده مع الأهلي، وهذا شيء جدا كبير يا النصر، شيء عظيم الصراحة يعني.
فراح اعطيه راتب الصراحه شويه ضعيف، ولكن راح اعطيه مكافاه جدا عاليه اللي هي مكافاه توقيع العقد. بمناسبه انك صرت لاعب للعالمي النصر راح تستلم يا حبيبي تقريبا هذا المبلغ مكافاه توقيع. نعم بهذه القيمه والله يستاهلها، والله يا رجال يستاهلها، ابن البلد اولى فيها. الربيعي اهلا بك في نادي النصر، الان راح اقدم وراح اشوف ايش الوضع يصير وراح ارجع لكم اكيد باذن الله. طبعا الحين خلاص مرابط صار يمدي يصير جناح ايسر، ف يلا يا مرابط نحولك لجناح ايسر افضل كجناح ايسر بكل امانه. وبعدين راح ابغى اطوره على احد الاشياء، ابغاه يزيد القدم الضعيفه عنده، عرفتم كيف؟ فحلو حلو خلاص الان راح نقدم الايام الجايه. طبعا مستحيل اعير مختار علي الليجانيس، راح اسوي تشكيله احتياطيه، راح نشوف معاكم التشكيله الاحتياطيه الان واقول لكم راح اضبطها وارجع لكم. طبعا الان خلاص بعت احمد موسى ورفضت عرض العبيد واتفقت مع احد الانديه المكسيكيه على شراء عقد جوليانو بمبلغ ما يقارب 18 مليون ونص، فشيء جدا حلو. بالاضافه سويت التشكيله الاحتياطيه وراح نحاول نتم صفقه اخيره عشان يعني تكتمل التشكيله الاحتياطيه، لانه الصراحه اذا اكتملت التشكيله الاحتياطيه راح يكون عندنا تشكيله احتياطيه جدا جميله وبكل امانه. فخلينا نشوف جوليانو جاء عرض جديد. اي نعم جوليانو جاء عرض من نورويتش سيتي الانجليزي، ف نسوي قبول ما عندك مشكله عشان لو ما تمت صفقه الفريق المكسيكي يروح لنورويتش كل الفرق 100,000 ابدا ما تفرق بالنسبه للفريق. انا عندي يا رجال ميزانيه ما تقارب 60 مليون وعندي اعضاء شرف في النصر يدعمون فماني شايل اي هم. حاليا ارسلت مراقبين لعمار النجار فواز الطريس، راح نحاول نجيب واحد منهم. انا افضل عمار النجار لانه طاقاته الصراحه جدا ممتازه، فخلينا نحاول نحسم الصفقه. حلو نقدر نفاوض عمار النجار، فصفقة مثل عمار النجار راح تكون جدا ممتازة للفريق وراح تحسن الصراحة الجناح الاحتياطي. راح نعطيكم يا طويلي العمر والسلامة يا رجال، خذوا 1,100,000 250 فوقها وثلاثة يا رجال. ها يا شيخ شو المبلغ الضعيف ذا، قطع من الغباخ. اوكي خلاص بنقدم بعد فترة برجع واجيب اللاعب باذن الله غصب، فيلا على اذنكم. عندنا العبيد اتطور الصراحة صار 68، فشيء جدا جميل الصراحة، شيء يعني يخلينا افتخر صراحة. فكفو يا العبيد، يبغى نزيد المعدل الدفاع يعني يبغى نخليه مرتفع. عبد الفتاح عسيري اتطور ايضا، فانا عبد الفتاح عسيري في شيء بطوره فيه نسيت ايش هو يا جماعة. عبد الفتاح صار القدم ضعيفة 3 نجوم، انا ابغاه يزيد ابغاه تصير 4 نجوم وتصير عنده 4-4 وبعدين بنطور المهارة، عرفتم كيف؟ فشدوا حيلكم يا عبد الفتاح والعبيد وشد حيلكم يا كل لعيبتنا باذن الله، ما نبغى يجي ذا الموسم اللي حمسكنا على كل البطولات. ففي حلقه اليوم راح نلعب مباراه الفتح، ويصير الحلقه القادمه ان شاء الله نلعب مباراه الاهلي وننهي سوق الانتقالات باذن الله. فحاليا نسوي محاكاه للتدريبات وبعدين راح ارجع لكم باذن الله. بيني وبينكم كنسلت صفقه النجار وقررت ادفع الشرط الجزائي لاحمد الزين بالفلوس اللي عندنا ونجيب احمد الزين باذن الله. فاحمد زين بالنسبه لي خيار افضل بكثير، وراح نحوله الجناح ايمن، فاحمد زين راح تكون صفقه جدا ممتازه. راح تكون دورك متقطع بكل امانه يا احمد زين، ما راح تاخذ فرصه كبيره. انا قلت لك يا من الحين عشان بعدين لا يروح يطلع للاعلام ويزعجنا ويصرح والنصر ظلمني والنصر، لا يا حبيبي احنا جينا هنا اعطيناك عرض حلو، احمد ربك وبوس يدك وراسك تلعب مع فريق كبير مثل النصر. كل الناس تتمنى حبيبي يلعبوا معانا، فبالله اترك الزعطره والولدنه والحركات هذه ترى ما تمشي علينا. احنا هنا اداره النصر اداره جديده ناوي تسكر على كل البطولات المحليه، ما نبغى احد يوقف في طريقنا، فاذا انت حابب توقف طريقنا مع السلامه. انا اقول لكم الحين مع السلامه ولا تجي فريقنا. لا وافق اي ما تقدر ترفض، تخيل ترفض عرض النصر يا رجال، عيب عيب يا زين. لا 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 امزح طبعا الاسلوب ذا طقطقه. فتعال يا احمد الزين يا حبيب القلب، خلاص وقعنا مع احمد الزين. هذه صارت تشكيله الاحتياطيه، مره تشكيله قويه ترى. الربيعي الاجامي عمر هوساوي الخلف العبيد الخيبري مختار علي الحسن احمد الزين ادم الغنام وليد عبد الله العمري المنصور الدوسري الجبرين النجعي البريكان، تشكيله جدا قويه ما شاء الله تبارك الله. فالان عند المباراه الاولى امام الاتفاق راح نقدم ونرجع لكم.
اعطيت مارتينيز الرقم 10 وكذا يعني راح تكون اطقم الفريق الصراحه اطقم حلوه الغنام يعني او ارقام الفريق الغنام صار 7 فتشكيلتنا الصراحه جدا قويه ما شاء الله تبارك الله على جميع الاصعده في الاجنحه وكل شيء والاظهره فنقول باذن الله البطولات كلها للعالمي والعالمي يسكر على البطولات خلينا بس نجيب الربيعي هنا وين تقريبا اي نعم نسوي كذا تبديل سريع وبرضه راح اضبط كل شيء وارجع لكم باذن الله عشان في تكتيكات كثيره بضبطها. طيب وصلنا للمباراه الاولى عندنا في الدوري هذا الموسم امام الاتفاق، الاتفاق تشكيلته مبولحي الربيعي سادريك كمبيري او بمبيري والله ما اعرف شو اسمه القميزي غازي سوزا كيش روجيريو الكويكبي سليتي ودوكارا نعيم سليتي طبعا. اما احنا جونز الغنام مايكون عبد الله مادو جيانغ سو وبتروس الصليهم عبد الفتاح مرابط مارتينيز والكابتن عبد الرزاق حمد الله هم راح يبدأون عندهم دكة البدلاء الصالح والخيبري هزازي السالم محنشي النجراني وهزاع الهزاع يلا يا شباب حلوة حلوة والله ننزل نلعب احنا ذي الكورة ان شاء الله تعال انا بعض الكور راح انزل العبها يلا بترس الوحش فتاح حمد الله فتاح عسيري يا عسيري كملها بس بلنتي بلنتي لنا جاني شعار انه بلنتي لنا يلا يا عبد الرزاق يلا يا حمد الله يلا يا عبد الرزاق يلا يا ابو زريقه حمد الله جول جول اول عن طريق عبد الرزاق حمد الله حمد الله يا النصر حمد الله يا عالمي جول اول يا عبد الرزاق وحش يا عبد الرزاق وحش يا ابو رزيقه مدري شو اسمه والله وحش يا عبد الرزاق اسطوره يا اخي اسطوره خلينا الان نرجع نسوي محاكاه هنا اوكي كوره خطيره الان حلوه العرضيه منتظره من كم كملها بالراس يا اخي يا اخي كملها بالراس والله لعبنا حلو بالعكس لعبنا جدا جميل على جميع ارجاء الملعب خطير الان علينا الكويكبي الكويكبي روح يا رجال لو تجري لبكره مات والله لحقها والله لحقها لا يا شيخ لكن ما يكون الاستهتار هذا اخرة الاستهتار يا فارس الصليهم المرابط نور الدين حلو يا نور الصليهم مارتينيز فتاح فتاح يوقف على الكوره يعطيها للغنام الغنام حلوة لا يا الغنام مع بداية الشوط الثاني راح اسوي عدة تبديلات اولا راح ادخل خالد الغنام وراح استبعد بترس واجيب علي الحسن واخر تبديل عندنا راح يكون يا طويل العمر السلامة راح اجيب علي الاجامي بدال عبد الله مادو نعطي هذول الشباب فرصة فيلا نسوي متابعة للمباراة يا السلام يا الغنام نبغى كورة اخيرة حلوة بترس لا يا الغلطة يا بترس او الحسن والله غلط غلطه بس كم كسر الصراحه وحش كم وحش يا كم واحد يرجع بجانب برادلي لانه سريتي مو سهل في الفاولات والله اعطيناه عين صكيناه عين سطحها يا رجال فوق ما حد يجيبه حتى من الجمهور لانه ما في جماهير عرفتوا كيف بس شكل الصليهم يلا يا حمد الله الغنام السلام حلوة خالد حلوة يا الغنام حلوة يا خالد لا يا خالد كملها بجول آخر كورة خلصها يا كم خلصها يا كم ولا راح تكون هدف راح نندب يا السلام يا الغنام يا السلام والله بديل ممتاز الغنام صراحة راح يفيدني كبديل بديل ذهبي فيها يد والله فيها لمسة يد آخر كورة خطيرة هذه المرة فعلا خطيرة وممكن يلفها سوزا أوف يا شيخ عدت والله يا بغر وجيري ويسجل هدف الحمد لله عدت يلا مع نهاية المباراة حلو فزنا 1-0 في أول مباراة عمر هوساوي جاء عرض بس راح ارفض عمر هوساوي لو يجي عرض من الدوري السعودي ما اعتقد راح ارفض لانه الصراحه ما له مكان ابدا مع احترامي لتاريخك يا عمر هوساوي لكن عندي الصراحه الاجامي والعمري وهذه الاسماء كلها فصعب اعطيك فالمباراه الجايه امام الاهلي قمه جدا قويه الصراحه كلاسيكو النصر والاهلي فعندنا تصريح سريع نبي نقوله كذا عندي كم كلمه حابب اقولها لجمهور النصر بدايه
وجميع من تابع هذه الحلقة. فلعيبتي بإذن الله الحلقة القادمة راح يقدمون أداء كبير، مستوانا جيد في جميع الملعب، ما عاد أحتاج أي تدعيم بكل أمانة. أنا على ثقة من ذلك، فريقي جدا قوي ما شاء الله تبارك الله، بإذن الله كل البطولات راح تكون في الجيب. ويلا يا الهلاوية انتظروني في الحلقة القادمة بإذن الله. شكلتنا ما شاء الله اللعيبة قاعدين يتطورون بشكل جدا ممتاز، أنا حابب أعطي الربيعي تطوير خفيف، أبغى اللاعب ذا يصير في المستقبل هو حارسنا الأساسي. فعشان كذا يا ربيعي أنا باك تصير حارس مرمى عن حقه حقيق، فراح أعطيك تدريب أبو أسبوعين اللي يخليك تصير 59. عرفت كيف؟ شد لنا حيلك ربيعي، وشدوا لنا حيلكم انتم المتابعين بضغطكم بزر لايك، خلونا نوصل هذه الحلقه الف لايك. كان معك فارس فارس اوفيشال، ولا تنسى تكون جديد على القناه تشترك وتفعل جرس التنبيهات. شو مقطع ثاني باذن الله. اللهم صل وسلم على محمد، مع السلامه.